دكتور فاروق، أعود إليك أيضا على مستوى التطبيع. يعني نتحدث هنا عن تطبيع اقتصادي إلى حد كبير بين بعض العواصم العربية، طبعا نذكر القاهرة وعمان تحديدا لأنهما بشكل علني هناك هذا التواصل بينهما وبين الكيان الإسرائيلي. هناك كما قيل أيضا، وطبعا حسب تقارير يعني دولية وإسرائيلية أمريكية وإسرائيلية، هناك تنامي للحجم التجاري السري، الحجم الاقتصادي السري بين الكيان الإسرائيلي وبعض العواصم العربية. هل تعتقد يعني من المقبول لهذا الأمر أن يستمر، مع أنك ذكرت منذ قليل مثلا اتفاقية كويز التي أعطت للسلع المصرية إمكانية الدخول للسوق الأمريكية، لكن دخل يعني قبالتها المزيد من المنتوجات الإسرائيلية إلى أسواق القاهرة، كذلك بالنسبة لعمان، كيف تنظر إلى هذه النقطة؟ كل يد تشترك في التطبيع مع الكيان الصهيوني، سواء كانت يد رسمية أو يد شعبية من رجال الأعمال أو مساهمة حتى باللفظ، فهي يد آثمة لا توصم إلا بالخيانة لمقدرات الأمة العربية وعلى رأسها الأمة العربية الأمة المصرية. وبالتالي يكفي أن تشير إلى أحد رجال الأعمال أنه يتعامل مع اليهود اقتصاديا إلا وتلحق به سبة وعار لا 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 تساوى معها إلا كلمة الخيانة في نفوس الشعب المصري. وبالتالي أنا أعتبر أن كل داعية إلى التطبيع، سواء داعية إلى التطبيع الثقافي أو التعليمي أو السياسي أو الاقتصادي، هو نوع من الخيانة العلنية أو المستترة أيا كان، التي ليس لها سند شعبي ولا سند ديني ولا قانوني، وليس لها مقابل أو معرفة أو جزاء في عرف الشعوب إلا ما يساويه الخيانة العظمى في القوانين والقضاء. وبالتالي أنا أعتبر كل من يساهم في هذا الأمر فهو يشوه تاريخ الأمة، فهو خائن لأمته، فهو بعيد تماما عن انتسابه لهذه الأمة. وبالتالي اتجاه الدولة أو اتجاه النظم الرسمية العربية زي مصر أو الأردن في التطبيع الرسمي هو مخالف تماما لتطلعات شعوبها، بل أنا عايز أقول إن هو ده هيكون مسامير بتدق في نعش كل نظام بيتعامل مع الكيان الصهيوني. للأسف الشديد التعامل مع الكيان الصهيوني وعدم ارتكان إلى الشعوب في تطلعاتها وكرهها وبغضها الشديد لهذا الكيان المغتصب وطلبها المتواصل ليل نهار بوقف كافة أشكال التطبيع، أنا أعتبر من يرفض هذه التطلعات وهذه الآمال وهذه المطالب للشعوب فهو ربما لا يكفي التوصيف فقط، بقدر ما يعني مطلوب أن تقطع هذه العلاقات حتى يعني يبنى على هذه الخطوة. حتى تقطع الآن تقطع يا أخي الفاضل، أنا لا أقول ولا أنادي إلا بالقطع. القطع العلني لكل ما هو علني، والقطع العلني لكل ما هو سري، وإعادة النظر، وقطع التام، وطرد السفير. هذا كيان مغتصب، هذا حضرتك كيان تم غرسه خنجر في خاصرة الأمة العربية والإسلامية. يعني الشعوب على كل حال تريد من الأنظمة أن تقدم على هذه الخطوة. هذه محاولات، لنرى كيف ستترجم على الأرض. أعود مجددا إلى لندن إلى الدكتور مسعري. دكتور مسعري، في تقرير صادر عن مركز أبحاث الكونغرس ورد فيه أن التطبيع الاقتصادي بين تل أبيب وبعض العواصم العربية، يعني هو تقرير صدر تقريبا بالنسبة للتعاون الاقتصادي بين تل أبيب وبين القاهرة وبين عمان تحديدا، لكن يجب أن يبنى على أساس تحقيق المصالح الإسرائيلية. وإذا كان هذا الذي يطبق فعلا، ألا تعتقد أن يعني إسقاطه يفترض أن تكون إسقاط هكذا اتفاقيات أمرا بديهيا؟ تفضل. بدون شك يجب أن يكون أمر بديهي ويكون واجب عقائدي وواجب وطني، ليس فيه أدنى شك. لكن أعتقد أننا أهملنا كذلك مثلا وجود سفارات إسرائيلية تحت مسمى آخر، مثلا قطر لديها المكتب التجاري، هذا في حقيقة سفارة. يعني احلسنا من درجة من البلاهة والغباء بحيث يسمون مكتب يسموه. كذلك توجد علاقات طويلة عريضة بين أجنحة من آل سعود وشخصيات في الدولة مثل سلمان بن عبد العزيز مع الاستخبارات الإسرائيلية وتبادل تجاري، وهذا عثمان عميري يسافر إلى إسرائيل نائبا عن سلمان. هذا كله موجود، هذا يجب أن ينتهي إذا كان هؤلاء جادين، وهذه كلها خيانة عظمى ليس لها إلا ضرب بالسيف، هذا الذي ينبغي أن يكون. لكن أعتقد أن نحن نظلم الأردن قليلا. أريد أن أبين لك ما هو واقع الأردن. عندما سقط خلافة العثمانية لم تكن هناك في شرق الأردن إلا محطة قوافل اسمها عمان، يعني محطة قوافل صارت دولة. يا ناس حرام عليكم، هذا ناطور لإسرائيل، ما يمكن نطلب منه نقول مالك عبد الله اقطع العلاقات، معناه نقول له استقيل وروح انزل في كان أو نيس.
لكن مصر كيان عريق له مكانته ووزنه الاستراتيجي والتاريخي، وشعب محترم وشعب عواطفه الإسلامية جيدة. نعم أناخ عليه الدهر بكلكله وضربت عليه الذلة إلى حد ما وتضررت أخلاقياته ونفسياته، لكن يبقى شعب أصيل وأجناد إلى يوم القيامة يسكتون على هذا الوضع. وهناك دولة فيها بعض المؤسسات وبعض الأجهزة، يعني في كيان حقيقي يسمى دولة. الأردن هذا ناطور انسوه. قطر ممكن معذورة، تريد أن ترضي أمريكا بقاعدة العيديد والمكتب التجاري الإسرائيلي حتى تسلم من ابتلاع السعودية، إنسوا. على كل حال الوقت دهمنا دكتور مساري، حتى نختم بسؤال يتعلق بمناقشة هذه مصيبة كبرى من هذين الكيانين. نعم. كيانة عظمى على مستوى التطبيع، ويجب الشعوب تتحرك. نعم على مستوى التطبيع، لأختم مع الأستاذ مديان، أستاذ رافي، التطبيع بحسب تقرير الكونغرس ليس جزءا من علاقات دبلوماسية أو تجارية كما ذكر الآن، إنما مراجعة لمفهوم الصراع، تغيير جذري للنظرة العربية تجاه هذا الكيان الإسرائيلي. ربما هذا هو الهدف أصلا من هكذا التطبيع. هل نحن ما زلنا نراهن على قطعه؟ أنا لا أعرف مدى دقة تقرير الكونغرس حول حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين بعض الدول العربية وبين الكيان الصهيوني، ولكن طبعا موجود. وأحيانا التقارير الاقتصادية داخل إسرائيل تشير إلى تصدير بعض السلع إلى بعض الدول العربية ولا سيما الدول الخليجية. نعم. أيضا إضافة إلى مصر. نعم. ولكن أنا أعتقد بأنه أشكال قطع التطبيع مسألة أساسية، لأنه التطبيع الاقتصادي هو يتداخل أو مقدمة أو جزء مع التطبيع السياسي. صحيح. والنفسي والثقافي. بالتالي مسألة العلاقات الاقتصادية يجب أن تتوقف. شكرا لك رافي مديان، أمين سر شبيبة جورج حاوي، أشكر حضورك معنا هذه الحلقة أستاذ رافي. كما نشكر انضمام دكتور حازم فاروق النائب عن جماعة الإخوان المسلمين وأحد أعضاء أسطول الحرية، كان معنا من القاهرة، ومن لندن الدكتور محمد المسعري الباحث والكاتب السعودي. الشكر لكم مشاهدينا، والسلام عليكم.